مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات احلى الاوقات. زي ما عدتكم الحلقه اللي فاتت ان احنا هيبقى معانا حلقات كتير هنتكلم فيها عن مشاكل العظام والعمود الفقري، لان دايما احنا اول ما يجي لنا وجع في عظمنا او في العمود الفقري ونيجي نروح لدكتور يقول لنا لازم عمليه او جراحه، لان الحاله خلاص يعني ساءت ولازم ان احنا نعمل جراحه، فدايما بنتخض ويجي لنا قلق، لأن طبعا بنخاف إن تحصل أي مشكلة في العملية وممكن تخلينا نفضل تعبانين طول حياتنا. عشان كده لازم نختار الدكتور الصح اللي هنعمل عنده العملية أو إن احنا نتابع معاه التعب اللي عندنا. علشان كده احنا النهاردة اخترنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه، وهو التزحلق الفقاري، واللي هنناقش معاه دكتور وليد صفوت هيكل استشاري جراحة العمود الفقري. منورنا يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ بخير والله الحمد لله. دايما كل حلقة بنختار موضوع مهم جدا تمام نتكلم فيه. النهاردة الموضوع اسمه نفسه تحس ان هو مرعب شوية، التزحلق الفقاري. ولا مرعب ولا حاجة، المواضيع كلها بحمد الله يعني كلها يعني بقت مشروحة كويس، وبقى العلاج بتاعها واضح، وبقت زي ما حضرتك بتقولي كده ان العمليات بتبقى بتجيب للمريض، او يعني اول ما التشخيص بيسمعه بيبتدي دماغه على طول تروح للعملية، وبيتصور ان العملية صعبة والعملية ليها مضاعفات كتيرة، ومع ان القصة دي يعني قصة قديمة جدا، وممكن كان الكلام ده بيحصل زمان يعني في القرن الماضي زي ما بيقولوا يعني. ما علشان كده احنا عايزين نطمن المشاهدين دايما، انت دايما بتطمننا كل حلقة بتطلع معانا ان مش كل الدكاترة دايما بتلجأ للجراحة. طبعا يعني بنحاول نشوف العلاج التحفظي الاول، وبعد كده خلاص لو محتاجين جراحة. اكيد فتأكدت لنا ان الموضوع ده طبعا بقى سهل جدا. طبعا. اولا بعتذر لحضرتك بس عشان صوتي، عشان عندي برد، وبعتذر للمشاهدين. ولا وطبعا ندخل في الموضوع، عايزين نعرف ايه هو التزحلق الفقاري، وهل ليه مسميات تانية غير الاسم ده ولا لا؟ الحقيقة كلمة التزحلق الفقاري دي لها مرادفات، يعني ساعات بعض الناس يطلق عليها زحزحة الفقرات، مش التزحلق، زحزحة الفقرات أو الزحزحة الأمامية للخلفية للفقرات، لأن يعني كتير جدا الواحد بيقابل مريض يبتدي يشرح له ان في حاجه اسمها تزحلق فقري، انا رحت لدكتور تاني وقال لي ان في زحزحه للفقر. طب ما هو نفس المسمى لنفس المشكله، هي مشكله واحده اللي هي زحزحه الفقرات مع اختلاف المسميات، تزحلق فقري زي زحزحه الفقرات زي الزحزحه الاماميه الخلفيه للفقرات، هي كل ده يعني بيساوي بعض. تمام. ايه هو تعريف التزحلق الفقري؟ ممكن ننزل بأول شكل عشان برضو هيساعدنا كتير في الشرح. الشكل ده يعني لو حضرتك بصيتي للفقرات اللي فوق هتلاقيها متركبة على بعض مظبوط، الحد الأمامي بيقابل الحد الأمامي للفقرة اللي فوقيها، تمام، والحد الخلفي بيقابل الحد الخلفي، يعني الفقرات مرصوصة منتظمة على امتداد العمود الفقري مع اختلاف الكيرفات او المنحنيات بتاعه العمود الفقري، يعني في المنطقه القطنيه مثلا بيبقى في تقعر، في المنطقه الصدريه بيبقى في تحدب، لكن انتظام الفقرات ده مهم جدا. تمام. لو شفت حضرتك بقى اخر فقرتين اللي محطوط عليهم الاسهم من تحت دول، هتلاقي الفقره الخامسه قطنيه اللي هي اخر فقره قطنيه اتزحلقت لقدام على ايه؟ الفقرات العجوزية. السهم الأحمر اللي محطوط ورا ده بيشاور على المكان بتاع الديفكت اللي هو أدى إلى حدوث الزحزحة. يعني الزحزحة باختصار شديد هي عبارة عن إن الفقرة اتحركت، الفقرة اللي فوق اتحركت على الفقرة اللي تحت بمقدار معين، هو من المفروض إنها ثابتة عليها، هي صحيح بيتحركوا لقدام ورا لكن مشبوكين من ورا بخطافين على اليمين وعلى الشمال يمنعوا الروكينج موفمنت اللي هي الايه؟ الحركه اللي فيها يعني اللي هي ملهاش لازمه، اللي هي ان الفقره تروح لقدام او ترجع لورا، لا هي بتتني لقدام وتتني لورا بدون ما يحصل لها زحزحه. ده كلمه التزحزح الفقري، يعني لو حصل الزحزحه يبقى ده
تشخيص التزحزح الفقري. طيب يا دكتور، ايه الاسباب بتاعته؟ او في حاجه معينه مثلا احنا بنعملها بتؤدي للتزحزح ولا ايه بالظبط؟ تمام. هو يعني نتكلم الاول عن انواعه. يعني هو التزحزح الفقري اشهر ثلاث يعني هو انواع. ليه انواع؟ هو ليه انواع يعني بتؤدي الى نفس الزحزحه. ممكن يبقى العيب اللي موجود ده عيب خلقي من يعني الاول، الشخص مولود من بيه الاول اصلا. مولود بيه اصلا. او ممكن يكون عيب نمو. يعني ايه عيب؟ ايه الفرق بين عيب النمو وعيب الخلقي؟ العيب الخلقي ده اتولد بيه، يعني من ساعه ما اتولد وهو عنده الزحزحه دي. عيب النمو لا، هو بيحصل بتولد سليم وبعدين بعد كده يبتدي يحصل اثناء تطور بتاعه او نمو النمو. الجسم. ايوه، يبتدي يحصل الايه العيب ده. ده اللي هو الديفلوبمنتال ديزيز، اللي هي عيب اثناء النمو. عيب اثناء النمو ده بيبقى نتيجه حاجه ممكن تبقى يعني نتيجه مشكله مثلا زي انواع معينه من الرياضه. يعني الرياضة ممكن تؤدي مش كل الرياضه، انما انواع معينه. ايه الانواع اللي بتؤدي الى العيب ده؟ الانواع اللي فيها اكستنشن جامد او بتستدعي ان احنا نفرد ظهرنا للاخر بصوره زياده شويه عن الطبيعي. زي مثلا ايه؟ زي الناس اللي محترفين جيم مثلا، اللي هو الجيم الاحترافي. الناس اللي هم لعيبه الكره المحترفين، مش اللي واحد بيلعب هاوي كده يقوم يحصل له. لا، ليه؟ لان كلمه احتراف دي بتقول انه هو بيتمرن كل يوم، اللي هو بيتمرن تمارين جامده بالظبط. وبتبقى لما بينزل يلعب ماتشات، دي ماتشات احترافيه، يعني فيها قتال على الكوره، وفيها وفيها دي بيبقى فيها بيرجع لورا جامد ويخبط براسه الكوره. دي اللي هي الحركه بتاعت الاكستنشن دي، او الحركه بتاعت الرجوع الخلفيه الجامده لورا دي. دي ممكن برضو تعمل الناس اللي بتلعب حمل اثقال كتير، برضو بيرفع الثقل لورا، بيبقى الفولي بول، الهاند بول بصوره احترافيه. تحصل كتير قوي، مثلا بنشوفها في الجنود والناس اللي بيبقوا مجندين. ليه؟ لانه الموانع واختراقات الضاحيه يعني الرياضه العنيفه دي بتؤدي الى شرخ معين في الفقره الصفيحه الخلفيه بتاعه الفقرات. زي ما هو واضح في الشكل، ممكن الشكل اللي بعده يبين لنا برضو. بص حضرتك، السهم الاصفر ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على صفائح الفقرات الخلفيه. الفقره من قدام اللي هي جسم الفقره، او جسم الفقره اهو متزحزح نتيجه ايه؟ نتيجه السهم الاصفر ده بيقول اللي ان هو الجزء اللي خارج في برضه. خلل في الايه؟ في المشابك اللي بتشبك الفقرتين على بعض من ورا. تبص تلاقي الفقره راحت ايه؟ خارجه لبره او متزحلقه لقدام. اتحركت. متزحلقه لقدام. دي نوعيه من نوعيات التزحلق الفقري. في نوعيه تانية بتحصل دايما مع التقدم في السن، بتبتدي الغضاريف تنشف شويه، تبتدي الفقرات تقرب من بعض، فتبتدي تتزحلق على بعض لقدام. لو جبنا الشكل اللي بعده هيوضح لي. هي دي مثلا، بصي حضرتك الحته الفقرتين اللي هم عليهم لون احمر دول من ورا، الغضروف اللي ما بينهم قل في الحجم. فلما قل في الحجم الفقرات جريت لقدام، اثرت على ايه؟ اثرت على المفاصل اللي ورا بتاعه العمود الفقري اللي هي بيتحرك عليها الفقرتين على بعض. تمام. بس الرياضه العاديه ما ب... يعني لا، اي حد بيلعب رياضه في البيت مثلا، بيطلع يجري شويه، بيعمل تمارين مثلا في البيت عاديه، بالعكس، ده الرياضه مستحبه. لان وحتى في التزحلق الفقري ده، احنا في العلاج هنيجي بعد كده نقول ان احنا بنوصف للمريض بعض التمارين اللي يعملها عشان تقوي عضلات معينه عشان تسترجع الفقرات على بعض تاني. تمام. او تقلل الزحزحه، ما تبقاش العمليه متطوره. يعني ما هو الزحلقه النهارده ممكن تزيد. فتقويه العضلات والرياضه بانتظام مهمه جدا. طيب يا دكتور، في عوامل تانية بتؤدي لحدوث الزحزحة؟ الإصابات. يعني ممكن تبقى إصابة جامدة عملت كسر وشرخ في الفقر في الصفائح الخلفية بتاعت الفقر. دي برضو بتؤدي إلى الزحزحة الفقرية. طيب الحمل ممكن يعمل زحزحة؟ لا خالص، لا لا،
دي بره القصه خالص، لان هو يعني هو يبقى سبب يؤدي الى الزحزحه؟ لا. وحتى لما لان دايما في سيدات لما بتحمل بتفضل بقى ظهري واجعني ظهري، لا لا فممكن لا، دي يعمل مشاكل في لا العضلات دي قصه الفقرية تانية اصلا. خالص، لان في الحمل بيبقى فيه هرمونات معينه بتطلع بتعمل زي ريلاكسيشن، او يعني بترخي الاربطه والعضلات بتاعه الظهر والحوض استعدادا لاستقبال المولود. خلي بالك ان الحوض ده قد كده بس، وفتحته بتاعته صغيره جدا، وبيستقبل راس المريض اللي هي قد كده. فيعني سبحان الله ازاي الراس دي بتنزل من الاوتلت الخارجيه بتاعه الحوض. ده نتيجه الهرمونات دي بتعمل ريلاكسيشن، او بتعمل يعني بتوسع، فبتسمح للراس دي وللبيبي ان هو ينزل. لكن الزحزحه الفقريه، وعلى فكره برضو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني السؤال بقى اللي هو العكسي، طب هل الست اللي عندها زحزحه فقريه ينفع تحمل تحمل وتولد بامان؟ عادي جدا. ما دي حاجه يعني ملهاش دعوه خالص بدي. وعلى فكره برضو الحمل والولاده ما بيزودوش الزحزحه، يعني هي لو هي عندها من قبل الحمل زحزحه بتخرج بعد الحمل بنفس درجه الزحزحه، لا ما بتأذيهاش ما او بتأذيهاش. لا بتزود لا او لا كده. خالص. تمام يا دكتور. طب ايه هي درجات حدوث الزحزحة؟ يعني بتيجي على درجات؟ اه طبعا. بص حضرتك، يعني ايه اكتر مكان بيجي فيه زحزحه؟ اللي هم اخر الفقرات القطنيه من تحت، اللي هي الفقرات القطنيه العجوزيه اهو دي، يعني بتبقى مثلا نقول في 89% من الحالات، يعني ما يقترب من 90% بتحصل ما بين الفقرتين دول اللي هم في الاخر خالص، اللي هو الصور بتجيبهم، واخد بالك؟ لكن يعني وال 10% الباقيين بيبقوا ما بين الفقرتين الرابعه والخامسه اللي فوقيها، ممكن تحصل فوق كده، اه ممكن تحصل بس نادر. ماشي؟ فدي ده مكان الزحزحه. حضرتك كنت بتسالي على درجات، درجات. ممكن نجيب الشكل بقى اللي بعده. يعني ايش حضرتك الفقرات اللي انت قلت لي عليها ده اكتر مكان في العمود اه الفقري بتحصل بتحصل فيه فيه الزحزحه. الزحزحة؟ بص حضرتك دي بقى، تمام. دي الدرجات بنحسبها ازاي بقى؟ ما هو الفقره اللي فوق هي اللي بتزحزح على اللي تحت، تمام؟ فلو ربع الفقره اتزحلق، يعني 25% من الفقره جريت لقدام، دي بنسميها جريد 1 اللي هي الدرجه الاولى. ماشي؟ لو 50% من الفقره، لو من عرض الفقره اتزحزح على الفقره اللي تحتها، دي جريد 2 اللي هي نمره 2 الدرجه الثانيه. تمام. و75% الدرجه الثالثه، ولو الفقره كلها اتزحلقت على اللي فوقيها يبقى دي بقى دي اعلى حاجه اللي هي جريد 4 اللي هي الدرجه الرابعه. في حاجه بقى بتبقى رير شويه، او يعني نادره الحدوث، ان الفقره نفسها تخرج من على الفقره وتنزل في الحوض. دي اللي هي اسمها التوزيس بقى، اللي هي دي المرحلة دي الصعبة. المرحله، دي المرحله اللي هي الاخيره بقى، ولو دي بقى يعني نادره الحدوث جدا ونادرا ما بنشوفها. طيب ايه الاعراض اللي انا احس بيها اقول لا دي ابدا اشك مثلا دي زحزحه ولا ايه؟ لا لازم اروح لدكتور علشان يشوف ايه الاعراض. تمام. برضو نجيب الشكل اللي بعده. الـ الاعراض في الزحزحه بتنقسم الى يعني شقين. الشق الاولاني اللي هو الوجع اللي في الظهر، اللي هو عاده بيجيب المريض للدكتور، الوجع جامد في ظهره ومش راضي يخف بيه المسكنات والعلاج، يبتدي يسال بقى على ايه الموضوع. طب ليه بيحصل الوجع اللي في الظهر ده؟ بيحصل نتيجه ان الغضروف، نتيجه ان الفقرات عماله تحك على بعض وتنزل، الغضروف نفسه بيتحلل ويبتدي ينشف ويشق، يبتدي يعمل الم، بس الالم ده بيبقى ايه؟ ريستريكتد، او يعني الم في الظهر بس، تمام. واخد بالك؟ وممكن برضو يزيد مع الوقوف فتره طويله، يزيد مع الحركه، يعني بيبقى ليه مواصفات معينه. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي هو اللي باينه في الصوره دي بقى، اللي هو الالم اللي بيحصل في الرجل. ده بيسمع في كذا مكان تاني يعني مش في الظهر بس. بالظبط. ساعات العيان يجي بالم في رجله بس،
ما يبقاش حاطط في دماغه ان دي حاجه مثلا في طبعا. العمود الفقري والعيانين الرئيسي. دول بيستغربوا جدا ان هو ان احنا نبتدي نوجه اهتمامنا للظهر. لا، مشكله في رجلي. ايوه، المشكله في رجلك جايه من ظهرك من فوق. ليه؟ لان الفقرتين دول لما بيزعزعوا زي ما حضرتك شايفه كده بيبتدوا يخنقوا الايه؟ مخرج العصب. يعني احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الانزلاق الغضروفي ان هو بيخنق الضفيرة العصبية الضفيرة نفسها، العصبية. لكن المرة دي بقى هو الخنقة بتيجي على العصب نفسه، على جذر العصب، فيبتدي جذر العصب نفسه يسمع في الرجل. في الرجل. ممكن برضو نجيب الشكل اللي بعده، الشكل اللي بعده هيشرح لنا ان كل، يعني بص حضرتك، كل واحد من دول بيشرح من الشمال لليمين. يعني من الشمال ده خالص هيبقى لو العصب القطني رقم واحد متأثر يعمل وجع فين؟ يعمل وجع زي ما حضرتك شايفه في اللون الأحمر ده. لو العصب اللي هو ال2 اللي هو رقم 2 يعمل الشكل الثاني، وهكذا لغاية آخر شكل ده اللي هو بيعمل الوجع بقى بتاع العصب اللي احنا المنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي المنطقة الفقرات القطنية العجوزية. الألم ده بيبقى العيان يقدر بيجي اول حاجه الم عنيف جدا لا يحتمل، والعيان ممكن يرسمه بايده. يعني نقول له طب بصبعك كده امشي على مكان الالم، بيحدد المكان بقى اللي يحدده وصل فيه. تحديده واضح، لان الالام اللي عاده بتبقى ودي اللي الناس عامه في يعني باللغه الدارجه كده يسموها عرق النسا. يقول لك انا عندي عرق النسا. عرق النسا يعني ايه؟ اللي هو الالم ده عرق مادي من ظهره ونازل في وركه ونازل على لحد الرجل. لحد الرجل من تحت، وممكن يسمع لغايه الصوابع ويرسمه بايده. يعني يقول لك انا الحته دي حد تقولي له طب من قدام منها في حاجه؟ لا لا مفيش حاجه في هو الحته دي. عارف الوجع اللي جاي له فين بالظبط. ليه؟ لان العصب نفسه اللي بيغذي المنطقه دي مرسوم. الحاجه الثانيه بقى المهمه جدا برضو، ساعات يحصل شويه تنميل، يعني اللي هو اختلال في الاحساس وتفر بقى التنميل. يعني كان تنميل بقى، حرقان. كل عيان ساعات يجي عيان يقول لك انا بحس ان في ميه ساقعه بتدلق في رجلي، انا بحس ان ميه سخنه يعني على حسب النوع او الالياف العصبيه اللي بتتاثر بيجي العيان يشتكي. التالت حاجه بقى مهمه برضو ممكن ياثر عليها، اللي هي لما بيحصل اختناق جامد بقى يبتدي ياثر على الوظائف الحيويه، وظائف الاخراج، اللي هو بقاش عنده سيطرة على البول، بقاش يعني الحاجات دي بقى بتبقى في المراحل الأخرانية. ولما بتكون الزحزحة زادت قوي لدرجة إنها عملت اختناق بقى في القناة العصبية أو عملت دي جامد في القناة العصبية. تمام دكتور. طب احنا ازاي بنشخص الحالة؟ تشخيص الحالة بقى، يعني أول حاجة يعني مش عايزين نهمل خالص حكاية الفحص الإكلينيكي في العيادة. يعني ليه؟ لان الفحص بيدينا برضو بدل ما يعني ما نكلف المريض اشعاعات و و و وهي ممكن تبقى حاجه عضليه ولا يعني ولا جزع ولا تمزق في الاربطه ولا يعني في تشخيصات بتبقى سهله والدكتور هيلقطها ويدي المريض الادويه الخاصه بتاعته بسيط والحكايه انتهت. فالفحص الاكلينيكي بقى مهم في انه يدينا فكره كده هل هو فعلا الموضوع خاص بالزحزحة ولا لا. يعني ممكن نجيب الشكل اللي بعده كده يدينا دي برضو بتوضح التنميل اللي احنا الحته اللي احنا اتكلمنا عليه. نغير برضو هات الشكل اللي بعده. ده يعني الشكل ده مهم جدا. برضو هرجع خطوه لورا كده قبل ما اقول الفحص. ليه موضوع الزحزحه في الفقرات دي يعني مهمه في الحركه بتاعه البني ادم نفسها؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم وليه مركز ثقل. المركز الثقل ده لازم يبقى ماشي في الفقرات بطريقه معينه ويسقط ما بين الرجلين عشان البني ادم يقدر يؤدي الحركات بتاعته بصورة غير مؤلمة وبأقل انرجي أو بأقل طاقة. كل ما أنت عملتي الحاجة بأقل مجهود ما بقتش متعبة، صح؟ تمام. فهي
مركز الثقل ده لازم يبقى مظبوط في وسط الفقرات بالظبط. يعني لو الخط الازرق اللي هو باين من فوق لتحت ده لو اتحرك لقدام او اتحرك لورا يعمل لنا مشكله. وكل الطب اللي بقى كل الشغل الجديد في جراحات العمود الفقري بتبقى يعني استعاده توازن الفقرات، المنحنيات بتاعت الفقرات، ومركز الثقل ده لازم يبقى مظبوط في الحته دي عشان الانسان البني ادم يحس ان هو طبيعي وان حركته ما فيهاش اي مشكله. دكتور طب ايه الفحوصات اللي احنا بنعملها للمريض؟ ما انا زي قلت لحضرتك بقى الاول خالص بنفحصه على السرير، عم بننيمه وبصباعي كده بمشي على ظهره، ممكن تحسي ان في حته في ظهره كده عامله ستيب، عامله زي سلمه. وطبعا لو عنده الاعراض اللي حضرتك ذكرتها ذكرناها من الاول. تمام. طب في مضاعفات ممكن تحصل مبكره بعد التشخيص للمريض؟ طبعا انه يعني من الـ من الـ من الحاجات اللي بتحصل كتير قوي وبنشوفها، او لو حد مثلا ما راحش الدكتور واهمل نفسه ممكن ايه المضاعفات اللي تحصل؟ في ناس بتبقى شغلها شغله مانيوال، شغله بيشيل ويحط ويعمل مش عارف ايه، ممكن الزحزحه دي تزيد. ما هو دي لو زادت بتعمل لنا اعراض زياده وتعمل لنا مشاكل زياده، يعني بتؤدي الى مضاعفات كتير قوي اللي احنا قلناها بقى، انه يعني الم شديد، تنميل شديد. اللي انا كنت عايز اقوله بس اللي هو ايه الحاجات المساعده اللي تخلينا نستوضح ان في زحلقه ولا اللي هي الاشعاعات. والاشعه بقى العاديه مهمه جدا في حكايه التزحلق الفقري دي. دي بتوضح اكتر. بتوضح جدا وبتبقى وبتوضح سبب المشكله. فبرضه مش عايزين نغفلها، ويستحسن مش يستحسن هو ده لازم المريض يعملها وهو واقف. ليه؟ لانه مع الوقوف ده وضع التحميل بتاع البني ادم، وهو ده اللي بيخلي الفقرات نفسها تاخد الوضع بتاع الزحلقه. لانه هو بيجي ينام على ظهره ممكن تبص تلاقي الفقره رجعت تاني على الفقره والعين ما تشخص. وفي اوضاع معينه في الاشعه احنا بنبقى حريصين عليها، يعني مش لانه يعني لما الطلب بتاع الاشعه بيوصل للفني بتاع الاشعه بيروح عامل له اللي هو الوضع العادي اللي هو الامامي خلفي وجانبي. لا، في وضعين تانيين بقى مهمين جدا، اللي هو وضع الديناميك اللي هو وهو متني لقدام ومتني لورا، بنشوف الفقرات بتتحرك لقدام وتتحرك لورا ولا لا. الحاجه الثانيه الوضع الجانبي بتاع الفقرات، وده اللي بيبين مكان الشرخ او الكسر في الصفائح الخلفيه اللي بتؤدي الى، يعني حضرتك بتطلب من المريض وهو رايح يعمل اشعه اوضاع معينه تبين لنا الموضوع. لما ما بانتش بقى في الـ في الـ في, الـ في الاشعه العاديه بنبتدي نلجا بقى للاشعه الايه؟ للاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي. والاثنين دول بيبينوا صوره بقى واضحه جدا عن حاله الفقر. ممكن نجيب بقى شكل الاشعه هتبان لنا في الشكل تمام. اللي بعده. دكتور هي دي، بصي بقى الاشعه السهم الاحمر اللي ورا ده بيشاور على مكان الايه؟ مكان الكسر الاجهادي اللي احنا قلنا عليه اللي بيبقى فيه الصفائح الخلفيه للفقرات. الشكل اللي بعده ممكن نجيبه اهو. بصي حضرتك الخط الاحمر اللي ورا ده مبين ايه؟ ده الحد الخلفي للفقرات جرح مقطوع عند الفقره الخامسه قطنيه. شوفي الخط الاحمر بتاع الفقره القطنيه راجع لورا بتاع الناحيه الثانيه. جبنا الشكل اللي بعده برضو، ده بقى حصل يعني اللي متحدد باصفر ده الفقرات. شوفي حضرتك الفقره الرابعه دي معقوله، الفقره الخامسه دي فيها تشوه جامد جدا، هو ده اللي ادى الى الزحزحه. دي يعني شوف الاشعه العاديه بتبين لنا الكلام بصوره واضحه، لان في ناس كتير قوي او يعني بعض الناس هو من نفسه قبل ما يروح للدكتور يروح يعمل رنين. طب انت ما عملتش ليه اشعه عاديه؟ يقول لما انا قلت اعمل بقى يعني اكتر يعني احدث حاجه تبين لنا اكتر. لا، الاشعه العاديه بينجز وقت. وعلى الرغم من ان الاشعه العاديه يعني مش هتيجي 10% من تكلفه الرنين مثلا، وتبين لنا الموضوع اوضح من الرنين. طيب يا دكتور، هو لو طلع بقى عنده زحزحه في الفقرات وكده بنلجا على طول للجراحه؟ لا خالص. العلاج بقى بتاع الزحزحه؟ العلاج الاول خالص بنستخدم العلاج التحفظي العادي. بنقول للعيان يعني نديله فتره راحه من شغله. نبتدي نديله بعض الادويه المضاده للالتهابات.
في عيانين برضو ببص عليهم جايين، هو من نفسه عنده شد في ظهره جامد، ما هو اصله التزحزح ده بيعمل شد في العضلات بتاعت الفخذ الخلفيه وشد في عضلات الظهر، فهو يعني بفطرته كده يروح يطلب من الصيدلي انا عايز حاجه ترخي لي العضلات. ودي حاجه مش مظبوطه يعني. تمام. احنا ناخد حاجه مضاده للالتهاب، حاجه مسكنه للالم، اهم كتير جدا من ان احنا نرخي العضلات، لان العضلات من ورا دي هي دي اللي ماسكه، هي دي العامل اللي احنا عايزين نقويه عشان يقلل لنا الزحزحه. اقوم ارخي؟ ما لو رخيته دخلنا في مشاكل. في مثلا ممكن نبعت العيان يعني لو الدنيا هديت شويه بالعلاج الدوائي، بنقول له روح اعمل كم جلسه علاج طبيعي كنوع من علاج الالم، وفي نفس الوقت يقوي له العضلات. برضو يعني الطب البديل على فكره ليه دخل شويه في، يعني ليه دخل ممكن يعالج المشكله؟ في حاجه اسمها العلاج بالطقطقه، وده حاجه جايه من الشرق الاقصى يعني بيستخدموها هم، وسنترز كتيره فتحته وبدات تدرس الموضوع. الموضوع علمي مش موضوع يعني كده متاخد بالاجتهاد يعني. ده ممكن يعني بيطقطقوا الفقرات على بعض كده بطريقه معينه يخلي الالم يهدى والدنيا تتحسن الى حد كبير. طيب والحزام، في ناس بتستعمل الحزام لعلاج المشكله؟ ده مهم برضو ان احنا نتكلم عنه، لان الحزام احنا بنستخدمه لفتره قصيره محدوده يسند الفقرات وفي نفس الوقت يريح العضلات، لكن مش يعني استخدامه فتره طويله بيعمل مشكله عكسيه، اللي هو بيبتدي يرخي العضلات ويبتدي يعمل ضمور في العضلات ويضعفها، يبتدي بعد كده العيان يعاني اكتر. فالحزام يتلبس بس مجرد ان هو يعني يزنق الفقرات او يزنق يحزم العضلات بتاعه البطن يقلل الاعراض. طب امتى يا دكتور بنلجا للجراحه؟ افرضي بقى وايه هي نوع اتفضل. يعني احنا عملنا كل الميجرز دي او كل الحاجات اللي انا قلتها دي والعيان لم يستجيب، ما تعبان، ايه نوع الجراحه اللي احنا بنلجا ليها وامتى بقى ما هو الفقرات دي يعني الموضوع يعني منطقي جدا، الفقرات متزحزحه على بعض، فقره طالعه على فقره. الجراحه بتاعتها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تثبيت هذه الفقرات، يا اما هنرد الفقرتين دول على بعض ونثبتهم بمسامير وشرائح، ممكن نجيب برضو في اشعه اخرانيه كده بتبين لنا العمليه. طيب. بنرد الفقرتين دول على بعض ونثبتهم، نثبتهم من الخلف، نحط في بدائل معينه للغضروف من قدام بحيث ان الفقرات تثبت خالص من قدام، من ورا تبقى تمنع بقى تماما حدوث الزحزحه دي وترجع مخارج الاعصاب نفسها تبتدي تبقى سالكه، والعصب اللي كان بيسمع في الرجل ده يرجع يبقى طبيعي تاني والامور تبقى عاديه جدا. يعني العمليه بتنجح بنسبه ان المريض بيرجع لطبيعته تاني؟ تقريبا يعني بعد فتره التاهيل بتاعه المريض، يعني احنا بعد العمليه بنبتدي نوصف له بقى اعمل كذا وما تعملش كذا. هو بياخد وقت قد ايه مثلا، ما يقارب قد ايه ان هو يرجع لحالته الطبيعيه؟ لحالته الطبيعيه تماما ويزاول شغله الطبيعي اللي هو كان بيعمله قبل كده بعد تقريبا من شهرين الى 4 شهور. دي فتره التاهيل بتاعته، يعني اللي هو بيبقى خاضع فيها بقى لتعليماتنا، اعمل كذا وما تعملش كذا، ما توطيش بالصوره الفلانيه، ما تلعبش الرياضه الفلانيه، اعمل كذا اعمل. انت برضه يا دكتور في بدايه الحلقه قلت لي ان انت بعد العمليه لما بيرجع بقى بعد العمليه بتحدد له انواع رياضه معينه ان هو يبتدي يمارسها بعد تمام. اجراء العمليه صح؟ صح. ايه هي انواع الرياضه دي؟ لو عملنا بقى في شكل بيوضح الكلام ده، اللي هي حاجات تقوي العضلات وحاجات ترجع تحاول ترجع الفقرات لوضع اهي. دي انواع الرياضه اللي احنا بنوصفها له، وده طبعا بنبعته احسن لحد مختص بالعلاج الطبيعي يعلمه الحاجات دي ويعلمه ازاي يعملها ويعملها قد ايه. تمام يا دكتور، احنا استفدنا جدا من حضرتك، واتمنى كمان يكون المشاهدين استفادوا جدا من حضرتك. نورتنا.
الله يخليك، ربنا يكرمك. إن شاء الله لينا حلقات كتير تاني مع بعض في مواضيع كتير مهمة. إن شاء الله. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني.